السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة شرح كلمات الوحدة السبعة من منهج تالتة ثانوي كتاب جيم. يلا بينا مع بعض نروح نشوف الوحدة بتتكلم عن ايه. الوحدة بتتكلم عن اسبيس اوديسي. طبعا اسبيس اللي هو الايه، الفضاء، واوديسي اللي هي ملحمة الفضاء. نشوف مع بعض كده الكلمات. بي about to، كلمة بي يا شباب هنا اللي هي am is are أو was أو were، يعني مثلا ما أقول مثلا أنا على وشك إن أنا أمشي، أقول I am about to leave، أنا على وشك إن أنا أغادر. consultant اللي هو مستشار، controls اللي هي أجهزة التحكم التشغيل، control لوحدها يتحكم فيه، director خدناه قبل كده طبعا، emergency، foundation، foundation اللي هي مؤسسة، horrified، interrupt، physics ودي يا شباب تعامل معاملة ال uncountable، تعامل معاملة المفرد، pressure، وفي فرق بين طبعا ال pressure وال stress، الضغط اللي هو الإنسان يبقى مضغوط يعني stress، radar اللي هو الجهاز الرادار، technician خدناه قبل كده برضه في إعدادي، threaten، zero gravity، gravity اللي هي الجاذبية، يبقى zero طبعا انعدام الجاذبية، اركولوجي وطبعا اركولوجيست اللي هو عالم الاثار، كيميكال، ديفلوب طبعا جاي ديفلوبد يعني مطور، ديفلوبمنت التطور، ديفلوبينج كانتريز دول ناميه، لو انا خليتها يا شباب ديفلوبد كانتريز يبقى دول متقدمه او متحضره، اديتور، الكتريكال وفي الكتريك بس اللي هي الكتريك كار مثلا، فاكت، فيكشن، جودز، جراديويت، وطبعا دي هتلاقي في الوحده الاولى جراديويت اللي هي اي ام جراديويتد فروم، وفي اجراديويت اوف، دول كلهم هتلاقيهم موجودين عندك في الوحده الاولى، النس، اوديسي، بوبولار، بريفير، بروموت، ببلش، كواليتي، ساينس فيكشن، ساينتفك، Second World War، Skill، Spaceship، Wheelchair، Awake، Breeze، وفي طبعا Breeze B R E E Z اللي هو النسيم بتاع البحر مثلا اللي هو الخفيف، Check، Contact، Disappear، طبعا عكسها Appear و Disappear، و Disappearance اللي هو المظهر، Extremely، Fail، Fall، Intelligent وجاي منها Intelligence اللي هو الذكاء، Journey، message، oxygen، refuse، replace، send، strange، summary، the inside، the outside، turn off، طبعا turn off يطفي و turn on يشغل الجهاز، wire، wonder، وفي بقى wonder w a n d e r اللي هو يتجول، ambulance، artificial انتليجنس، بيتش، كونز، طبعا في هنا بروس اند كونز اللي هو مميزات وعيوب زي ادفانتجز وديس ادفانتجز، داون سايد وفولت برضو يعني عيب، الكتريشن، انرجي، اكزامبل اللي هي فور اكزامبل، اكزيست، اكزيستنس اللي هو التواجد او التعايش، فلوت، هيرت، لابوراتوري، لاند اللي هي الارض او يهبط، ميجر طبعا جاي منها ميجرمنت القياس، مير سبيس ستيشن، اوكير اللي هي يحدث زي هابن، سيريوس، بوليتيشن، بولوشن، بوزيشن، براكتيكال، بريديوس وفي منها برودكشن، بروس اللي احنا قلناها في الاول بروس اند كونز، ريتشارج، سايد، سوشيال ميديا، سبيس شاتل، ستورم، سيرفايف وفي طبعا منها سيرفايفر هنعرف كمان شويه الكلام ده، تنت، ويف. عندنا كلمه بي اباوت زي ما احنا قلنا يا شباب، تو ريدي تو ستارت دوينج سمثينج، تبقى على وشك انك تعمل شيء، كونسلتنت اللي هو someone with a lot of experience، عنده خبره كتير في موضوع معين او في وظيفه معينه، وعاده بيدي ادفايس للناس، كنترولز،
اللي هي parts of a machine اللي هي أجزاء من الآلة، أنت بتستخدمها طبعا عشان تعمل بيها الأعمال، يبقى تحكم في الشيء أو أدوات التشغيل والتحكم. director هو الشخص طبعا اللي بيدي دايما instructions أوامر to actors للممثلين أو للناس اللي شغالة معاه، ممكن يكون مدير عادي. emergency اللي هي relating to an unexpected and dangerous situation، يعني طبعا هنا حاجة متعلقة بالحاجات الغير متوقعة وساعات بتبقى خطيرة. فاونديشن طبعا يا شباب اللي هي المؤسسة أو الأساس، هي عبارة عن منظمة بتجمع مثلا فلوس أو كذا وبتعمل مثلا حاجات لناس معينة أو الناس الفقراء for special purpose اللي بأغراض معينة، زي مؤسسة مجدي يعقوب كده. horrified اللي هي shocked يعني مصدوم أو مذعور أو خائف frightened. مش فاكر بقى احنا كنا قايلين ده ولا لا، بويزنس وصيد لان ممكن يكونوا كانوا فوق شويه ولا حاجه. انتربت اللي هي تو ستوب ا بروسيس اوف او اور اكتيفيتي، انك انت تعمل عمليه توقف لعمليه معينه او لنشاط فور شورت تايم، انت كده بتقاطع الشيء. فيزيكس ذا ساينس طبعا علم بيتعامل مع الاستراكشر اوف اوبجكتس اند سبستانس اللي هي المواد، يعني فيزي. بريجر ذا فورس ذات a gas او ليكويد اللي هو ضغط مثلا سائل معين او غاز. inside a container داخل الوعاء. رادار طبعا a method of finding the position of things، ان انا اجد موقع الاشياء زي الطيارات السفن والحاجات دي كلها. by sending ان انا ابعت out radio waves اللي هي موجات اذاعيه او لاسلكيه. التكنيشن طبعا someone who does practical work، بيعمل اعمال عملية طبعا connected with science or technology، حاجة مثلا تبع التكنولوجيا زي انت مثلا بتجيب حد يصلح لك الغسالة او كذا، ده بيسموه technician او كمبيوتر. threaten اللي هو يهدد، و threat اللي هو التهديد. to tell someone you will hurt them، انك انت تقول لحد ان انا هأذيك او هسبب لك مشاكل او كذا. zero gravity اللي هي without the force that makes objects fall to the ground، طبعا بتخلي او الجاذبيه دي بتبقى قوه بتخلي الحاجات او الاشياء تسقط على الارض. طبعا برضو قلنا بي دي يا شباب لو verb to be am is are was were remembered as، يتم تذكره ك. برضو نفس الكلام named after يعني تسمى باسم كذا. come true يصبح حقيقة أو يتحقق من الشيء. for the first time for the second time for the third time and so on. give advice موضوع من الإعدادي. go wrong برضو قديمة. وفي برضو كلمة يتعطل دي يا شباب break down يتعطل. lose contact يفقد الاتصال بشخص، لأن contact أصلا يتصل بيه. send space into space يعني يرسل مثلا المكوك إلى الفضاء. في arrive at يا شباب وفي arrive in. arrive at مع الأماكن الصغيرة، arrive in مع الأماكن الكبيرة. وفي كلمة بتساويهم كلمة reach من غير حاجة خالص، reach مع أماكن كبيرة وصغيرة. وفي عندي get to برضو يصل إلى مع الأماكن الكبيرة والصغيرة. في مذكور يا شباب أو known for معروف به أو مشهور به. graduate in قلنا هنا بيتخرج في حاجة معينة وليكن الطب مثلا. help with اللي هو بيجي وراها طبعا هنا noun، لكن في help to او من غير to فعل في الانفينيتيف. look after move into send to travel to يسافر الى. بعض الديريفيتيفز الموجوده archaeology و archaeologist زي ما احنا قلنا، و archaeological consult consultant consultative fiction و fictional خيالي. وخلي بالكوا يا شباب من كلمة science fiction اللي هو خيال علمي وليست fictional. found foundation أو founder المؤسس. وخلي بالكوا برضو من كلمة found هنا وفي كلمة find found found، دي حاجة تانية خالص اللي هو الverb يجد. graduate graduation و graduate برضو. horrify horror أو horrified horrifying. interrupt يبقى interruption interrupted يعني بتتم مقاطعته أو مقاطع. press و pressure و pressurized. promote promotion promotional. summarize و summary. survive survival او survivor اللي هي الناجي ده البني ادم. surviving threaten threatened threatening اللي هو برضو مهدد، يبقى ده الغير عاقل.
برضو عندي هنا بعض السينونيم والانتونيم: emergency, necessity, حاجة ضرورية أو ملحة, calmness, horrified, frightened, يبقى calm, interrupt, disturb, assist, جاي من كلمة assistant, pressure, stress, ease, threaten, endanger, يعرض للخطر, protect, develop, evolve, decline, يتدهور, fiction, imagination, non-fiction, replace, restore, يعني يعيد الشيء لمكانه تاني, keep, اللي هي يحفظ او يبقى. بعض النوتس المهمة ايه يا شباب؟ احنا قلنا برضو الكلام ده قبل كده, اللي هو السافكس. السافكس يا شباب بتيجي في نهاية الكلمة, والبريفكس في بداية الكلمة, زي regular و irregular, لكن السافكس بتبقى في النهاية: technician, musician, optician, politician, mathematician, librarian, historian, electrician. الاس تي دايما عادة بتبقى مع الاشخاص, البني ادمين: scientist, geologist, florist, جاي من كلمة فلاور اللي هو يبيع أو الورد يعني, archaeologist, dentist, physicist, chemist, journalist, artist. الـ ER طبعا معروفة برضو من ابتدائي: البيكر, الفارمر, الجاردنر, التيتشر, الـ OR, actor, conductor اللي هو الكمسري, sailor, ANT, accountant خدناها في الأول, assistant لسه قايلينها, consultant. كلمة about هنا لها كذا معنى يا شباب في اللغة الإنجليزية. أول حاجة بالتقريب: we left the restaurant at about حوالي الساعة كذا, أو تقريبا الساعة كذا. about برضو يوشك أن, we were just about to leave زي ما احنا قلناها في الأول. about هنا تقريبا it was about ready to leave when somebody rang the doorbell, كانت تقريبا خلاص جاهزة إنها تمشي قبل ما حد ضرب الجرس. about هنا معناها قريب. is يسر about, هو يسر هنا قريب مننا عشان في مكالمة له. about اللي هي في اتجاهات مختلفة. people were rushing about, الناس بتجري في اتجاهات مختلفة. trying to find the driver, بيحاول ان هم يجدوا الايه السواق. كلمة about بمعنى متواجد او متوفر. she might get temporary work, ممكن تلاقي عمل مؤقت. but there is not much about, ولكن هو مش متوفر او مش متواجد الان. طبعا الكلمات وبعض المتشابهات اللي بتبقى ماشيه معاها, خدنا الكلام ده في اعدادي يا شباب, وطبعا اكيد كل سنه بناخده من اول اعدادي لغايه ثالثه ثانوي. journey وtrip وvoyage وflight, طبعا دي معروفه رحله طويله وخاصه بالبر. trip رحله قصيره لاداء مهمه معينه, وليكن مثلا بزنس, عمل, او رحله صيد. الvoyage اللي هي رحله بالبحر, تلاتة مبينين جدا عن بعض يعني, وفلايت طبعا بالطيارة. بريفير دي يا شباب خدناها برضه في اعدادي, كلمة بريفير بيجي وراها فيرب زاد ان جي او نون, وبعدين تو فيرب زاد ان جي او نون. او لما يكون معاك كلمة وود يا شباب تاخد بريفير تو الفعل في الانفينيتيف, واحط رازر زان والفعل في الانفينيتيف. كل ده بتاع تالتة اعدادي. هي بريفيرز واتشنج تنس تو بلاينج ات. اي بريفير انجلش تو فيزيكس, هنا فيرب زاد ان جي هنا نون. اي بريفير تو ستي ات هوم, انا بفضل اقعد في البيت عن ان انا جو اوت اخرج بره, هتلاقي رازر زان ومعها فيرب في الانفينيتيف. البوزيشن واللوكيشن. البوزيشن ده المكان بتاعك في وظيفة مثلا, مكانتك او وظيفتك بتبقى انت مثلا واخد مكانة معينة, مثلا مدير او كذا او كذا, او مكانتك في الملعب, موقعك في الملعب يعني. فمديك هنا مثلا first get yourself into a comfortable position, خلي نفسك في وضع مريح. I am not sure what I would do if I were in your position, لو انا في مكانك ما اعرفش كنت هعمل ايه. يبقى حط نفسه في موقفه يعني, نفس الموقف بتاعه. طبعا اللوكيشن بقى يا شباب ده مثلا لو انا قلت موقع مصر مثلا, او مكان معين في التصوير, بيقول اللوكيشن, هما في اللوكيشن. we have not found a suitable location for the new offices, مش لاقيين موقع حلو للاوفيسز المكاتب. او الموفي, الفيلم was shot on location in Africa, معظم الفيلم ده الشوطات بتاعته متاخده فين؟ في افريكا. عندي برضو develop, developing, developed. الديفلوب يا شباب ده الفيرب, يطور او ينمي, وعادة بيبقى لازم له ساعات بيبقى يعني فعل متعدي او غير متعدي. it's hard to believe that a tree can develop, ممكن
بيتم تطورها from a small seed أو بتنمو يعني. The أو area المنطقة is working to develop عشان تطور أو تنمي، يبقى هنا في وراها مفعول it's tourist industry اللي هي صناعة السياحة. developing بقى ديت يا شباب اللي احنا قلنا عليها في الأول خالص developing countries اللي هي الدول النامية نامي، لكن developed متطور أو متقدم يبقى الدول المتقدمة أو العالم المتقدم. طبعا دخلنا في إعدادي برضو breathe و breath و breeze. بريز الأولانية اللي هو يتنفس ده الفيرب، بريس النفس وبريز النسيم، طبعا مش محتاجين أصلا يعني هو يجيبهم فرق ما بينهم، هو جايبهم بس ممكن عشان النطق بتاعها برونسيشن. كوست وشور وبيتش طبعا برضو خدناهم في إعدادي. الكوست يا شباب اللي هو الساحل، وعادة بيكون على امتداد مثلا الدول، وليكن مثلا اللي هو زي الساحل كده بتاع البحر الابيض المتوسط، فبيضم كذا دوله مع بعض. فهنا جايب لك اهو الكساندري از ان امبورتنت سيتي اون ذا ميديترينيان كوست. الشط ده اللي هو البلاج اللي انت او سوري اللي هو الفرق ما بين المايه والارض نفسها. ماي انكل ليفز ان ا سمول هاوس باي ذا شور على الشاطئ. لكن البلاش بقى اللي هو البيتش يعني المكان اللي هو فيه الرمل اللي قدام البحر اللي انت بتقعد عليه او بتستجم عليه او بتلعب عليه مثلا جيمز او اي حاجه انت واصدقائك. In the summer the beaches get very crowded، بتبقى الشواطئ مزدحمه. شوف كده للشيك بوينت الاولانيه the airlines على طول ما دام فيها ايرلاين على طول يا شباب يبقى اخد كلمه ايه فلايت ايرلاين فلايت. I didn't know you played hockey، ما كنتش عارف انك انت بتلعب هوكي. In what space do you play؟ لسه قايلين اللي هو موقفك او مكانك في اللعب يبقى position. I am terribly smoky in here او it's sorry it's terribly smoky here، الجو فيه دخان هنا. I am just going out for طبعا انا هاخد شويه هواء بره البريز اللي هو النسيم الخفيف. I spent the day on the space with my family، طبعا ما دام هقضي وقت على اوتوماتيك على الشاطئ طبعا مع الاسره ايه بتاعتي، لان التانيين طبعا مش هينفعوا معايا. The standard of living in many space countries is low، ما دام طبعا يا شباب هنا الموضوع طبعا هنا لو يعني المستوى المعيشي منخفض، يبقى طبعا هتبقى developing اللي هي الناميه طبعا مش معقول هتبقى المتقدمه. He was an effective space but he had no ambition to become a party leader، يبقى قائد حزب يعني، طبعا هو كان سياسي ومش في دماغه انه يبقى قائد حزب. He prefers watching، طبعا ما دام في ING و ING اخد تو على طول مع كلمة prefer. People were rushing، لسه قايلينها ورا يا شباب about يعني بيجروا في جميع الاتجاهات عشان يدوروا او يلاقوا medical help مساعدة طبية. نشوف كده مع بعض الاكسرسايزز الموجوده في الفوكاب على الوحده السابعه. سبيلبرج ده اسم شخص طبعا is considered one of the best space in هوليود، ما دام هوليود طبعا ثرو اوت هيستوري يبقى اكيد هو من ضمن المخرجين عشان هوليود طبعا. اكبر لكم الصوره شويه. Number two, the professor also acted as a space to the Department of Education. طبعا هنا مدام في Department بتاع التعليم يبقى اكيد طبعا هيستشيروه يبقى consultant. The submarine اللي هي الغواصة is impossible، من المستحيل to detect on انها تطلع على الايه if الدايفز دي لو هي نزلت طبعا في الاعماق يبقى من الصعب يا شباب ان الرادار يجيبها. نمبر 4 مجدي يعقوب هارت مجدي يعقوب هارت سبيس اللي لسه قايلينها من شويه، ما دام طبعا تبع الناس اللي هم المهمين طبعا نجحت هنا في انها استابليشنج ا سنتر ان اسوان، هتعمل سنتر هناك في اسوان طبعا اللي هي الفاونديشن بتاعته اللي هي المؤسسه او الجمعيه الخيريه. ذا كمباني الشركه هايرد اجرت ايه to help maintain the office's computer، ان هم تظبط الكمبيوترات بتاعت
الشركة مثلا، فهنا طبعا هناخد على طول التكنيشن هو اللي هيصلح الكمبيوترات او يظبطها. نمبر 5، it's believed that Einstein the great scientist reshaped modern space with its theories. طبعا هو كان شاطر جدا في الفيزيكس، في الفيزياء بالثيريز اللي هي النظريات بتاعته. نمبر 7، the co-pilot اللي هو مساعد الطيار was at the space when the plane landed. طبعا هو كان هنا قدام أجهزة التحكم اللي احنا واخدينها في أول كلمات. نمبر 8، people were الناس كانوا ايه by what had happened as the train accident. ما دام في train accident على طول يا شباب باينين خالص طبعا كل دول حلوين، يبقى اخد كلمة horrified يعني كانوا مرعوبين. I am sorry انا اسف to space but there is a telephone call for you. انا اسف ان انا اقطعك، يبقى interrupt you. نمبر 10، all space experiments كل التجارب بتاعت الفضاء are conducted in zero space conditions. طبعا هنا التجارب بتاعت الفضاء دي يا شباب بتبقى فيها على طول اللي هي موضوع الزيرو جرافيتي اللي هي الجاذبية طبعا بتبقى صفر، انعدام الجاذبية. 11، many workers feel that their jobs are space because of the economic problems المشاكل الاقتصادية of their factory في المصنع بتاعهم. طبعا كانوا متهددين او بيتم تهديدهم طبعا عشان المشاكل الاقتصادية مهددين. 12، all big supermarkets have exists exists اللي هي فتحات للخروج يعني اماكن الخروج which should be used in. طبعا على طول معروف الاماكن الخروج دي يا شباب بتبقى موجودة في الامرجنسي such as a fire زي الحريق. نمبر 13، you will need a qualified مؤهل يعني to rewire your house يركب سلوك للمنزل بتاعك، يبقى احنا هنجيب طبعا الالكتريشن اللي هو العامل الفني بتاع الكهرباء. 14، a space is someone who works in a pharmacy هي طبعا حلت نفسها خلاص ما دام الفارماسي يبقى اخد الايه الكيمست اللي هو الصيدلي. نمبر 15، my uncle runs a small company كلمة run هنا يا شباب معناها يدير شركة which space and markets new computer software بتعمل عملية تطور طبعا او تطوير لبرامج وانها بتبيع السوفت وير بتاع الكمبيوتر. 16، novels are usually works of space but they are often based on real life طبعا بتبقى مبنية على حاجات حقيقية طبعا في الحياة، طبعا هي بيسموها فيكشن اللي هو الخيال. نمبر 17، this job requires الوظيفة دي بتتطلب someone with good communication ايه طبعا من غير ما افكر طبعا communication skills. communication skills هي مهارات طبعا في التواصل تخليه يتكلم فلوينتلي بطلاقة اللغة العربية والإنجليزية. نمبر 18، وان تاير تاير اللي هو الإطار بتاع العربية طبعا is flat خلاص اتفضى منه الهواء I have to space it with another طبعا أكيد هي إيه هي ريبليس هيغيره طبعا كلها مثل الجمل جميلة وسهلة ما فيهاش أي حاجة. نمبر 19، I space if I recognize هادي إذا كنت هتعرف على هادي بعد كل هذه السنين، يبقى طبعا كلمة إيه فين يا شباب I wonder أنا بتساءل أو أتعجب لكن هنا wonder يتجول خلي بالكم منها. 20، when I was at school لما كنت في المدرسة I always space my bag before going to bed طبعا أكيد كنت ببص على الشنطة بتاعتي يبقى تشيك أتفحصها. 21، my uncle who is a businessman طبعا هو كده اكيد هيبينها لي businessman makes about بيعمل بيزنس على طول لسه قايلينها فوق بيزنس تريب رحلات عمل تبقى قصيره يا دوب لغرض معين. everyone should avoid snakes كل واحد لازم يتجنب الثعابين لانها بتبقى ايه يا شباب poisonous يبقى سامه دي الصفه poison بس اللي هو السم. the accident space at 8 o'clock when everyone was on his their way to work
طبعا الحادثة حصلت، كلمة حصلت يعني occurred، موجودة عندك في الكلمات قدام occur. وفي حتة برضو هنا يا شباب جميلة جدا قلت لكم قبل كده، برضو خلي بالكم منها، كلمة everyone لأول مرة تعمل معاملة المفرد، لتاني مرة بستخدم الضمير مكانها بتبقى جمع زير. Number 24. My favorite space when I play football is goalkeeper. يبقى هنا طبعا في مدام في الملعب يبقى اخد ايه يا شباب؟ البوزيشن، مكانه في الملعب. The batteries اللي هي البطاريات of these torches must be space for 6 or 7 hours. المفروض طبعا انها يتم شحنها، يبقى recharged. 26. The boat was smashed، تحطم by huge space. Thankfully no one، محدش طبعا أصيب، يبقى بواسطة الإيه يا شباب؟ الأمواج. 27. This book is full of interesting space about the world cup. طبعا في حقائق عن اللي بقى facts. Arthur C. Clarke was the space of a science magazine as well as a writer. كما انه برضو كان كاتب of articles and stories والقصص. فطبعا هنا يا شباب ما دام في مجلة يبقى editor اللي هو المحرر. خلي كل الكلمات سهلة مفيهاش أي حاجة، ميوزيشن والحاجات دي كلها. نمبر 29. سمير felt lost as he was living in space city. طبعا هو عايش في مدينة غريبة، فعشان كده هو حاسس ان هو تايه في وسطهم. 30. There was a meeting، كان في مقابلة to space trade between Egypt and China in a wide scale. طبعا هنا كان في مقابلة، وديت عبارة عن عشان يرقوا او يفعلوا التجارة ما بينهم، يبقى هنا طبعا هاخد كلمة بروموت تريد. 31. The young man will be in space for the rest of his life. بعد الحادثة طبعا و هيتنيته هنا على ويل تشير، وبتاخد حرف الجر ان يا شباب، ان او ويل تشير. نمبر 32. ذا روم فيلد ويز سموك، لسه قايلين زيها فيها دخان طبعا، فهيطلع بره. لا سوري، اند ات هاز بيكم ديفيكولت، من الصعب ان هو ايه، يبقى هنا عايز الفيرب يتنفس، يبقى بريز، وخلي بالك من بريز وبريث. 33. The police are looking for the two girls who space while walking home from school. اللي طبعا بيدور على العيال اللي اختفت، يبقى disappeared. Unfortunately لسوء الحظ، the doctors space to save the injured man's life، ما قدروش ينقذوا حياة الراجل المصاب، يبقى فشلوا، لأن كل دولت معناها ناجحة فيه، يبقى failed. 35. We were surprised، احنا كنا مندهشين، to hear such space question coming from a very small child. يبقى طبعا ده سؤال ايه، من ولد صغير، يبقى سؤال intelligent، سؤال ذكي. Number 36. The boy was hurt when the car space forward at a great speed. لما طبعا العربية ايه اتحركت، يبقى moved، الولد اتأذى طبعا. 37. I have made a space of the main points in the minister's speech. انا طبعا عملت summary للسبيتش بتاع الوزير، عملت تلخيص. 38. This sign warns people، الإشارة دي بتحذر الناس، not to touch this uncovered electric، إنك ما تلمس الإيه، وطبعا كلمة electric على طول تبقى wires اللي هي سلوك كهرباء. 39. Space intelligence is the science، هو علم، of how to make، إزاي تخلي الكمبيوتر do things، اللي هو الذكاء الاصطناعي يا شباب، يبقى artificial intelligence. 40.
number 40. The space of the book is that it's written in a rather boring style. طبعا هنا ال الداون سايد بتاع الايه الكتاب. Number 41. A space is a vehicle. طبعا معروف على طول ما دام فيكل هي مركبه تبقى الشاطل اللي هو المكوك الايه الفضائي بيسافر في الفضاء and back to earth ويرجع الارض طبعا ويهبط زي البلين الطائره. 42. Only 12 of the 140 passengers on the plane space the crash. اكيد طبعا نجوا من الايه التحطم يبقى survived. 43. Most young men معظم الشباب والنساء keep in touch with their friends بيبقى على اتصال مع زمايلهم من خلال السوشيال. ايه يا شباب؟ معروفة طبعا كل الناس هتلاقيها عارفها السوشيال ميديا منتشرة حاليا وكل الشباب بيحبوها. 44. The footballer had to be taken by space to hospital. ما دام طبعا هيتاخد المستشفى من غير ما نكمل تبقى ambulance اللي هي عربية الإسعاف. The astronauts اللي هم رواد الفضاء are trained بيتم تدريبهم on space in spaceships because of the lack of gravity بسبب انعدام الجاذبية ان هم float ان هم يبقوا زي طايرين كده float يطفوا. We can space the energy that food provides in calories في السعرات الحرارية. يبقى طبعا هنا احنا ممكن نقيس الطاقة اللي موجودة في الأكل عن طريق السعرات الحرارية. 47. Applicants المتقدمين للوظائف should have training and space experience in electronics. المفروض يبقى عندهم خبرة عملية practical. 48. One of the best ways of reducing space is to use cars less. طبعا ان احنا نقلل ايه يا شباب التلوث نستخدم عربيات اقل او يعملوا لنا عربيات الكهرباء اللي هم مش ايه مش لغايه الان مش عايزين ينزلوها يعني او يخلوها منتشره. هي بدات تنزل بس مش منتشره. A space is a shelter consisting of a sheet of cloth قطعه من القماش supported by poles and ropes used for camping بتستخدم في التخييم طبعا اللي هي الخيمه يا شباب عباره عن قماش مشدود بالخيط او بالروبس الحبال. نمبر 50. زاهي حواس طبعا ده معروف من غير ما نفكر بقى كده is one of the most important figures من اهم الشخصيات الموجوده في الايه اركولوجي علم الاثار. The blue whale الحوت الأزرق is the largest creature هو أكبر مخلوق that has ever on earth يبقى متواجد على سطح الأرض. التانيين طبعا vanished و ضايق ديت ماتوا طبعا. 52. My daughter space with a B ال B A in English يبقى طبعا هنا أكيد اتخرجت يبقى graduated with. نشوف السؤال اللي بعده. Number 53. The verb replace كلمة replace can be the opposite عكس الverb اللي هو keep طبعا هيغير الشيء هنا يحافظ على الشيء. 54. This space is often used to make cleaning products طبعا هنا أكيد المادة الكيميائية دي بتستخدم في تنظيف الأشياء يبقى chemical. The actress contacted the police because she had been receiving a space phone call. طبعا اللي هي threatening تلقت تهديد من مكالمات تليفونية فعشان كده اتصلت بالبوليس. Mother asked my little brother if he needed any help space. مادام هنا يا شباب نون قلنا هيلب ويز على طول يجي وراها النون حاجات سهله وتافهه وجميله بتاعه ابتدائي بس هو طبعا يا ريت يجيب لنا حاجه زي دي. 57. Before going on a diet قبل ما تعمل دايت طبعا it's advisable
تو سبيس يور دكتور، اكيد طبعا هتستشير الدكتور، يبقى كده عايزين الفيرب يا شباب كونسلت. 58 it has become very hard to deal with the space of everyday life، اللي هو طبعا البريشر بتاع everyday life اللي هو الضغط يعني. We think football can help to space the idea of a peaceful and coexistence society، اللي هو التعايش او التواجد في المجتمع. يبقى احنا نعتقد ان كرة القدم بتساعد في انها بروموت ذا ايديا، تظبط او تبين لنا او ترقينا او ترسخ فكرة السلام والتعايش في المجتمع بتاعنا. 60 فيسبوك اند تويتر كان هيلب يو اف يو سبيس كونتاكت ويز ا فريند اور نيبر، طبعا بتساعدك لو انت فقدت الاتصال بصديقك او بالنبر، فانت بتتواصل عن طريق الفيس بوك لو هو مش قريب منك. 61 ذا ستريت از نيمد، لسه معروفه وخدناها في الكلمات، الشارع ده سمي باسم شخص مشهور اللي هو نيلسون مانديلا، يبقى اسمها نيمد افتر، اكسبريشن بيتحفظ. 62 being a doctor was my best dream that اسمها يا شباب came true، يعني اصبح حقيقة، موجود عندك في الكلمات برضو. The word protect is an antonym، هي عكس the word كلمة threaten طبعا يهدد ويحمي، يبقى الاثنين عكس بعض. 64 the word imagination الخيال similar يعني مشابهة للمعنى في كلمة برضو خيال اللي هو الفيكشن. نمبر 65 ناسا is planning to send more and more spaceship، طبعا اسمها into space الى الفضاء، send into موجود عندك في الكلمات برضو. We believe that all governments should support and invest، المفروض ان الحكومة تدعم وتستثمر in space research، طبعا المفروض في الحاجات العلمية، يبقى scientific research ابحاث علمية. 67 my uncle was a great space who was a member، هو عضو طبعا في البرلمان، يبقى politician اكيد هو شخص سياسي. كلمة stress is the synonym طبعا لكلمة على طول اللي سائلينها بريجر اللي هو الضغط. 2 space to dismiss him if he continued to turn up late for work، طبعا المدير هنا threatened هدد انه يطرد طبعا اي حد هيجي متأخر على العمل. The ability to work under space ان قدرة انك انت تشتغل تحت طبعا تحت ضغط بريجر is one the soft او of the soft skills، من ضمن المهارات اللي بتبقى موجودة عند الانسان يعني. بكده نكون خلصنا كلمات الوحدة السبعة من كتاب جيم سنة ثالثة ثانوي، اتمنى يكون المحتوى عجبكم، وما ننساش يا شباب لايك عشان الفيديو ينتشر لكل زمايلنا وكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.